السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. أكرم مرحبا بكم في آخر تحديث الذي صدر قبل قليل من النماذج الطقس العالمية، ولله الحمد توقعات جد مبشرة وأمطار جد غزيرة وهامة إن شاء الله سوف تشهدها المملكة بإذن الله خلال الأيام التي سنقدم لكم في هذا الفيديو، مع استمرار الاضطرابات الجوية وكذلك الأمطار الرعدية العاصفية. مشاهدينا الكرام، قبل الأخذ في التفاصيل إخواني الكرام، شكرا على تفاعلكم الجميل والرائع في الفيديوهات السابقة. صراحة ملي ما كنكونش كنحكر عليكم ما كديروش لايك، ملي كنحكر عليكم كديروا لايك، ويعني وغادي نبقى نحكر عليكم خوتي العزاز. بغيت ربي يسهل لكم، دعموا هذا المحتوى بلايك كومونتير زوين واشتراك إذا كنتي أول مرة كتشوف هذه القناة، تشترك ودير فعل زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد للطقس في المغرب إن شاء الله بإذن الله، ونسأل الله التوفيق للجميع إخواني الكرام. ويبقى العلم عند الله، وهذه مجرد توقعات والتوقعات قابلة للتغيير. بالنسبة للتوقعات الثلاث أيام القادمة فنسبة كبيرة تكون ثابتة، بالنسبة للتوقعات البعيدة فغالبا ما تعرف بعد التغييرات، ونسأل الله الثبات للخيرات إن شاء الله، ونسأل الله ترشي عام زين بحول الله. والآن إلى التفاصيل إخواني الكرام، مساء اليوم أجواء ما زالت مستقرة مع رياح قوية قد تكون على الواجهة المتوسطة خصوصا على مناطق طنجة وتلك المناطق. بالنسبة ليوم الأحد فأمطار رعدية متوقعة، أمطار رعدية قد تكون أحيانا عاصفية على المناطق التالية بحول الله، على مناطق شفشاون وكذلك إيساقن وأتونات إن شاء الله، وسول كذلك تازة، ومناطق مكناس قد تصل حتى سكون رمداز بحول الله، ومناطق ميسور أمطار وزخات رعدية قد تصل حتى والماس وإفران وميدلتا، وكذلك إن شاء الله مناطق إيملشيل وقد تصل حتى زاوية شيخو بن ملال وأكادير بحول الله، تساقطات مطرية على أوكيمدن وأمزميز قد تعرف أمطار زخات رعدية قوية محلية. وسوف تستمر هذه العواصف الرعدية على المناطق في الفترة المسائية على الراشدية وقلميمة وأسول وتنغير بحول الله، تساقطات متواصلة قد تكون على بن ملال كذلك كواميد لبعض الاضطرابات الجوية. خلال يوم اثنين فأمطار وزخات رعدية عاصفية إخواني الكرام على مناطق تكون على مناطق الشمال الغربي خصوصا مناطق العرائش أصيلة وشفشاون، وكذلك مناطق لالا ميمون استعلال تازي وسيد سليمان قرية أبو محمد وفاس ومكناس الخميسات والرباط بن سليمان، وقد تصل حتى ربما الدار البيضاء والرماني بعض الأمطار، لكن احتمال ضعيف على السواحل الغربية. لكن خلال فترة مسائية فأمطار رعدية عاصفية وخصوصا على مناطق قد تصل حتى الناظور بإذن الله وبركان، وكذلك مناطق الدرية والشا وأكنون وجرادة ووجدة وبركان والسعيدية وعاطف، وكذلك وطد الحاج وسكورة مدازة تصل حتى مكناس بعض الأمطار الخفيفة، وكذلك على مناطق ميدلتا إن شاء الله وإملشيل والراشدية وتنغير وتبانت إن شاء الله وأزيلال، أمطار وزخات رعدية عاصفية محليا على تندرارة كذلك كما تشاهدون. طقس رعدي عاصفي احتمال كما قلنا خلال الأيام القادمة استمرار هذه العواصف الرعدية كما تشاهدون بشكل قوي، أمطار رعدية عاصفية محليا لما تقوجد وجرادة وكذلك بركان النضورة وطط الحاج إن شاء الله وكيكو وكذلك خنيفرة وميدة والرشيدية وابن ملال إن شاء الله وتنغير بحول الله، ستعرف بعض الاضطرابات الجوية مع تقدم أمطار عاصفية إن شاء الله كذلك على العديد من المناطق سنقدم لكم في هذا الفيديو. لكن التوقعات التي سنقدمها لكم فهي بعيدة نسبيا قابلة للتغيير، لكن فهي تشير لبوادر خير إن شاء الله، نسأل الله التبعات. خلال الأيام القادمة تشكل أمطار كذلك يوم الثلاثاء أمطار عاصفية رعدية قوية كما تشاهدون العديد من مناطق المملكة، أمطار رعدية عاصفية قوية على مناطق شفشاون وإيساقن وكذلك تونات ومناطق إن شاء الله أكنور وأسوب ومناطق ساكا ومناطق توريت ووجدة وكذلك عاطفة وجرادة وكذلك تهلا إن شاء الله ومناطق فاس مكناس الخميسات سيدي ساقطات مطرية محتملة على خنيفرة ميسور إن شاء الله وميدلت وزبورة إن شاء الله، تساقطات مطرية محتملة بشكل غزير على الريش وإملشيل وكذلك أسول وتبانت إن شاء الله ومناطق أزيلال وأوكيمدن. خلال اليوم الأربعاء أمطار وزخات رعدية عاصفية محليا. خلال توقعات الأيام القادمة فما زالت التوقعات تشير لدخول اضطرابات جوية وأمطار عاصفية فقط مجرد بداية خصوصا على المناطق الجنوبية للمملكة، طقس عاصف ودخول عواصف استوائية جد قوية ومنخفض ربما أطلسي استوائي محمل بأمطار عاصفية على مناطق أوسرد وكذلك الداخلة إن شاء الله ومناطق بوجدور والقويرة، أمطار عاصفية قد تصل تدريجيا إلى مناطق العيون وكذلك إقليم أوسرد والداخلة وكذلك الجرفية بإذن الله، تساقطات محتملة كذلك على القويرة بشكل قاسي عاصفي وغزير وطقس قوي واحتمال تشكل سيول أو فيضانات خلال يوم الخميس كما تشاهدون. وسوف تمتد هذه الاضطرابات على الداخلة وكذلك مناطق العيون وبوجدور إن شاء الله،
ومناطق أوسط تساقطات مطرية عاصفية قوية جدا، وكذلك سوف تمتد هذه الاضطرابات الجوية إلى المناطق كذلك العيون وكذلك بوشدور إن شاء الله، وتساقطات جد عاصفية خلال يوم السبت. تبدأ هذه الاضطرابات الجوية في التكون في الفترة الصباحية خلال الأيام القادمة، خصوصا على المناطق التالية على فم مزقيد وطاطا، وكذلك مناطق تارودانت وتافراوت وقلميم وأفركات وطنطان، تساقطات مطرية محتملة على تيوين وشيشاوة وصويرة، مناطق أوكيمدن أونزميز إيمتانو سيدي بوعثمان قلعة سرغنة سيدي بوعثمان وكذلك تبان، تساقطات مطرية محتملة عاصفية في الفترة المسائية كما تشاهدون أخواني الكرام، طقس عاصفي وسوف يستمر كذلك ليوم الأحد. أما بالنسبة ليوم السبت 21 من شهر شتنبر، مطار حاضر على تاليوين وتازناخت وتارودانت وتاليوين وايت باها وطاطا وتافرا وتواتيزنيت وكذلك اوكيمدن امزميز امنشانوت واسول، كذلك مناطق قلعة استغنى بن جليل وسيدي بوعشمال مراكش وازيلال وتابانت ومناطق امرشيل بن ملال وتونفيت واسول زود الشيخ البروج واتزم خريبكا وخنيفرة تونفيت ميدلت والريش وغراما وغراما اخواني الكرام، وكذلك مناطق ميسور وكذلك بعرفة وعنان عين شعير وكذلك تندراره وسكور مداز افران ووطات الحاج خلال يوم السبت. وسنعطيكم تراكمات الامطار المتوقعه مشاهدينا الكرام. هذا الاضطراب الجوي سيعود كذلك بشكل قوي اخواني الكرام على العديد من مناطق المملكه بدخول هذه العواصف الاستوائيه القويه احيانا اخواني الكرام على اقصى جنوب المملكه، واضطرابات جويه ما زالت متواصله ان شاء الله على العديد من مناطق المملكه ان شاء الله، والمناطق المعنيه فهي طاطا ان شاء الله ومناطق تافراوتش أيت باها وأكنول وتارودانت أكادير وأيت داود وكيمدن أوزميز إمتانوت وشيشاوة ومراكش إن شاء الله، وكذلك مناطق سيد الزوين إن شاء الله، وكذلك قلعة ستغنى بن جرير البروج أزيلال أكادير بوشيبة وتبانت تبانت إن شاء الله وأسول إمشيل بن ملال وتنفيت وميدل توريش وكذلك خنيفرة والماس والرماني الخميسات ومكناس وفاس وإفراس كورة ممتازة وكذلك تهالة إن شاء الله وتازة وتنفيت وعاطف معتركة بحول الله وتندرارة أمطار عاصفية قوية كذلك على توريت وساكا وكنولة ووجدة وجرادة والتريوش وإساق، أمطار وزخات رعدية قوية محليا إخواني الكرام كما يشير النموذج الأوروبي. بالنسبة للنموذج الأمريكي وتراكمات الأمطار المتوقعة إخواني الكرام، فكما تشاهدون فكذلك النموذج الأمريكي فيشير لدخول الاضطرابات الجوية إن شاء الله خلال الأيام القادمة، أمطار غزيرة عاصفية قوية كما تشاهدون في آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية. بالنسبة لتراكم الأمطار للنموذج الأوروبي، بالنسبة لتراكم الأمطار للنموذج الأوروبي جي 26 كيلومتر، فيشير الأمطار عاصفية وقوية قد تصل إخواني الكرام كمية الأمطار المتوقعة إلى أزيد من 100 ملم كتراكمات للأمطار، خصوصا على الأقاليم الجنوبية المملكة على الداخلة وإقليم أوسرد وكذلك المناطق المجاورة إن شاء الله والقويرة بإذن الله، وكذلك سوف تكون تراكم جد مهمة على مناطق تسترودانت خصوصا وبين الستين والخمسين وكذلك على الراشدية والمناطق إن شاء الله المعنية بهذه التساقطات المحتملة، فهي مناطق تطوان شفشاون إيساقن وأكنور وساكا وجرادة وعاطف وكذلك سكور مداز وإفران والماس خنفرة ميسور ميدل تزود شيخ واتزم رملال أزول كذلك بني ملال وأبرور قرستغنب بن كريرة إم أوكيمدن أوزميز إم جانوت. هذه التوقعات فقابل للتغيير، لكن إخواني الكرام كلما كانت ثابتة يوميا هتكون التوقعات ثابتة بشكل كبير خلال الأيام القادمة. كذلك على مناطق أقصى الأقاليم الجنوبية المملكة تساقطات قوية على الداخلة والقويرة، وكذلك بعض التساقط قد تصل حتى العيون وبوشدور وأوسترد والمناطق المجاورة إن شاء الله خلال الأيام القادمة. في آخر تحديث الذي صدر من النموذج الأوروبي في مزاد التوقعات الثابتة. بالنسبة لتراكمات النموذج الأمريكي إخواني الكرام خلال الأيام القادمة، النموذج الأمريكي يشير لأمطار عاصفية وقوية على الجنوب الشرقي كما تشاهدون والمناطق الوسطى الداخلية وكذلك الواجهة المتوسطية، وقد تصل هذه الأمطار إخواني الكرام تراكمات هذه الأمطار إلى أزيد من 50 كيلو مليمتر إخواني الكرام كتراكمات، وأقصى أقاليم جنوب المملكة كذلك هناك اضطرابات جوية محتملة في آخر التحديثات إن شاء الله. بالنسبة للنموذج